كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. ولذا قال في زاد المعاد، قال: في يوم الجمعة يلتقي الأحياء والأموات في الدنيا، وهي الزيارة في يوم الجمعة كما ذكر، ولتعليق على هذا سيأتي إن شاء الله. قال: وإذا قامت الساعة تقوم يوم الجمعة فيتلاقى أهل السماء وأهل الأرض، ويلتقي العامل مع عمله، والمظلوم مع ظالمه، والشمس والقمر ولم تجتمع قبل ذلك. قال: ولذلك أهل الدنيا يلتقون في يوم الجمعة أكثر من تلاقيهم في سائر الأيام. قال: وهو يوم التلاقي، والله عز وجل سمى يوم القيامة بيوم التلاقي. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.